بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه الله على رأس 40 وهي سن الكمال، وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق،